مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو التعليمي لبرنامج الفوتوشوب. سنتطرق من خلال هذا الفيديو الى طريقة عمل تأثير الدبل اكسبوجر الشهير. ويعد هذا التأثير من التأثيرات الحديثة التي انتشرت بشكل كبير مؤخرا، بحيث اصبحنا نراه في الكثير من الاعلانات والمجلات او حتى في صور المشاهير. لهذا احببت ان اشارك معكم تقنية لطريقة عمل هذا التأثير. وقبل البدء في الشرح، لا تنسى تحميل الصور المستخدمة في هذا التأثير وصورة الموديل. ستجد صورة الموديل بخلفية إذا كنت تريد أن تتدرب على قص الصور، وستجد أيضا صورة الموديل مقصوصة بصيغة PNG لأسهل عليكم قضية القص. أما إذا كنت ستستعمل صورتك الشخصية أو أي صورة أخرى، ففي وصف الفيديو وضعت لكم رابط فيديو تعليمي لقص أي صورة عن الخلفية. إذن سنضغط على Create New، بعد ذلك ستنبثق هذه النافذة. في العرض سنضع 1920 وفي الطول 1080 والريزولوشن يعني الدقة 72، ثم الضغط على Create. بعد ذلك سنقوم بفتح الموديل بهذا الشكل. بعد قصها قم بتعديل الحجم، إذن أجد أن هذا الحجم مناسب بهذا الشكل، ثم نضغط على Enter. بعد ذلك سنقوم بفتح هذه الصورة. طبعا يمكنك استخدام صورة أخرى. بعد ذلك سنقوم بتحويل البلندي مود من نورمال إلى لايتن بهذا الشكل، ثم قم بتعديل القياس بهذا الشكل بحيث تأتي مناسبة لك، ثم اضغط على Enter. بعد ذلك سنقوم بعمل ماسك لهذه الطبقة حتى نظهر ونخفي ما نريد. بعد ذلك سنقوم بتحديد البراش تول. سنضع في الأول في الأوباسيتي 100% واللون الأسود لإخفاء بعض الأشياء، مثلا مثل هذه نريد أن نخفيها بهذا الشكل، أيضا هذه نريد أن نخفيها هكذا. بعد ذلك سنقوم بإنقاص الأوباسيتي إلى 50% بهذا الشكل حتى يكون يعني ظهور تدريجي بهذا الشكل. بعد ذلك سنضع 30%، نقوم بعمل حول الشعر بهذا الشكل. بعد ذلك سنقوم بتحديد الباكجراوند، ثم نضغط على Adjustment، ثم Solid Color. سنقوم بعمل خلفية يعني رمادية نحو اللون الأبيض، ثم نضغط على OK. إذا لاحظ معي ظهرت بعض التأثيرات من هذه الصورة. الآن سنقوم بتحديد الماسك بهذا الشكل، ثم البراش تول، ونضع في الأوباسيتي 100%، ونقوم بإخفاء هذه الأشياء بهذا الشكل. إذن سنقوم بفتح البورتيكول الأولى بهذا الشكل، ثم سنقوم بالتعديل بهذا الشكل، ونضغط على Enter. بعد ذلك سنحول البلندي مود من نورمال إلى لايتن بهذا الشكل، ثم نحدد أداة الموف تول بهذا الشكل. بعد ذلك سنقوم بتحديد طبقة البورتيكول ونضغط على يمين الفأرة، ثم Create Clipping Mask حتى تظهر هذه البورتيكولز على الموديل فقط. بعد ذلك سنقوم بتحديد الكولر الخاص بالباكجراوند. بعد ذلك سنقوم بإضافة البورتيكول الثانية بهذا الشكل إلى الخلفية، ثم سنقوم بالتعديل بهذا الشكل، ثم نضغط على Enter ونحول البلندي مود من Normal إلى Overlay بهذا الشكل. وحتى نعطي ضبابية للشكل سنقوم بتحديد Filter، بعد ذلك Blur، ثم Gaussian Blur. طبعا في Radius قم بعمل قيمة تراها يعني مناسبة لأن هذه القيم ليست ثابتة، ثم اضغط على OK. الآن سنأتي إلى Adjustment، نقوم بتحديد Levels. في الأول سنحدد ستكون RGB، سنقوم بتحديد Red، وهنا سنضع يعني قم بتغيير هذه القيم حتى تأتي يعني الصورة بالشكل الذي تريد. سنضع مثلا 25 هنا. أيضا سنقوم بالتحويل إلى بلو بهذا الشكل، سنضع مثلا هنا 27 وهنا 211. بعد ذلك سنقوم بتحديد Adjustment، ثم Photo Filter،
هنا سنقوم بتحديد في الفلتر under water، وفي الدنسيتي دع 25 بهذا الشكل. بعد ذلك سنقوم بتحديد adjustment مرة أخرى، ثم solid color، وسنقوم بتحديد اللون الأسود، ثم الضغط على OK. بعد ذلك قم بتحديد الماسك، وفي الفيل ستضع 15% بهذا الشكل. بعد ذلك ستقوم بتحديد الماسك والبراش تول، وفي الأوباسيتي والفلو 100% واللون الأسود، ثم قم بتكبيرها قليلا بهذا الشكل، ثم سنقوم بإخفاء الكالر على الموديل بهذا الشكل. إذا لاحظ الفرق. إذا في الأخير سنحصل على هذه النتيجة الرائعة بتأثير الدبل إكسبوجر. إذا إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، كذلك لا تنسوا دعمنا بلايك لهذا الفيديو. أي شيء، أي خطوة غير واضحة في هذا الفيديو قم بعملها في تعليق لأقوم بالتوضيح لك. إلى اللقاء في فيديو آخر.